عايز تلعب مباراة هجومية وعايز تطير الباكين بتوعك وعايز تدي أدوار هجومية في الأربعة تلاتة تلاتة للعيبة الخط النص، سواء اللي بيلعب ناحية الشمال واللي بيلعب ناحية اليمين، وتخلي الديفندر بس هو اللي يساند في الحالة الدفاعية. ده معناه إنك مدير فني عامل حسابك إن أنت جاي تلعب مباراة هجومية بحتة وجاي تلعب مباراة هجومية صرف. بس الأزمة فين بقى؟ لما لعيبة خط النص بتوعك ما يكونوش مؤثرين قوي في الشكل الهجومي. والنهاردة المنتخب التونسي مع الأسف الشديد لعيبة خط النص بتوعه ما كانوش مؤثرين في الشق الهجومي، لا انيس بن سليمان ولا لعيب زي عيسى العيدوني. انيس بن سليمان اللي كان بيلعب ناحيه اليمين تحتين محمد راجر، ومفترض انه قدامه لعيب زي وهاب الخزري. الناحيه الثانيه مفترض ان انيس بن سليمان كان بيلعب لا عيسى العيدوني اسف كان بيلعب وراه لعيب زي اسامه الحدادي، وقدامه لعيب زي يوسف المساكني. ومفترض ان احنا عاطين ادوار دفاعيه لالياس سخيري، وعلى قد ما بيقدر بيحاول ان هو يطلع يعمل معاهم نقل الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، ومحاوله استخلاص الكوره من الخصم مع تقدم لخط الدفاع اللي فيه ديلان بروم واللي فيه بلال العيفه. جميل جدا الشغل ده، الشغل ده حلو جدا بس لو بتلعب ماتش ودي. الشغل ده مميز جدا لو عايز ترضي الجمهور وعايز ترضي الفانز وتلعب مباراه هجوميه شكلها حلو قوي، بس الشغل ده ممكن يلبسك في الحيطه لو بتلعب ضد منافس ما ينفعش انك تلعب معاه كده خالص. والحمد لله رب العالمين موزلك باير ساب كل الفرق في البطوله وقرر ان هو يلعب جيم مفتوح قدام الفرقه الوحيده اللي عندها قوه غير طبيعيه في التحول من الدفاع للهجوم، وهو منتخب بوركينا فاسو. لمجرد بس ان بيرتراند تراوري مش موجود موزلك باير قرر ان هو يفتح الجيم قوي. موزلك باير ما عملش حساب ان بلال العيفه بطيء، ما عملش حساب ان اسامه الحدادي عنده مشاكل في الوجبات الدفاعيه، ما عملش حساب كل ده، وعمل حساب ان انا عايز ارضي الجمهور التونسي، عايز افك انا العقده بتاع منتخب بوركينا فاسو. بس هل قدرات لعيبتك بتوع خط النص تسمح لهم ان هم يعملوا معاك المباراه اللي انت متخيلها دي؟ هل مثلا كنت متخيل مثلا ان انيس بن سليمان او عيسى العيدوني واجباتهم الهجوميه هتكون قويه جدا وهيقرروا ان هم يتحولوا النهارده للعيبه بيقدروا يمتلكوا حلول هجوميه تقدر تفيد الناس اللي قدامهم سواء لمساكني او الخزري او لعيب زي سيف الدين الجزيري؟ لا. طب كنا بنلعب تشيبات طيب لسيف الدين الجزيري ورا خط دفاعك بوركينا فاسو؟ لا. طب كنا بنلعب عرضيات؟ برضه لا. طب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحاول ننقل كوره وكانت بتخطف مننا وبوركينا فاسو وتروح تعمل هجمات مرتده. ليه؟ لان زي ما بنتكلم بوركينا فاسو بتعرف ان هي تاخد الكوره من الحاله الدفاعيه 1 2 3 وصلوا منطقه جزاء المنتخب التونسي اللي هو بسم الله ما شاء الله تحول سريع جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وانت بقى فاتح الجيم قدامه، ومع ذلك مصدوم جدا ان بيجي عليك هجمات مرتده. ما تبصش كده تلاقي ان انا محتاج اوقف اسامه الحداد شويه، محتاج ان انا اوقف عيسى العيدوني شويه، محتاج ان انا اوقف ناحيه الشمال دي وهاجم بيها بس بلمساكني، واكمل ناحيه اليمين بدراجر، واكمل بانيس، واكمل بلعيب زي وهب الخزري، هم اللي يكونوا الهجوم من ناحيه اليمين، وناحيه الشمال اشتغل بس بلمساكني. لا، انا عايز كل اللعيبه اللي في الملعب تعمل لي ادوار هجوميه. البس 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 والله بجد، والله العظيم ثلاثة الراجل ده مدير فني فاشل، وكل مرة بيثبت فيها انه مدير فني فاشل. حتى لما عايز تعمل جيم مفتوح مش عارف تعمل جيم مفتوح ضد مين، مش عارف في خصم بالنسبة لك هو مين. كسبت المنتخب النيجيري، بس كسبت المنتخب النيجيري بتصويبة ولاعيبتك كانوا قادرين يعملوا مباراة دفاعية، مباراة دفاعية بتدل على شخصية فريقك، شخصية فريقك اللي هو بيصلح انك تلعب بيه مباراة دفاعية تعتمد فيها على الهجمات المرتدة. انت عايز تلعب سكس فوتبول وعايز تلعب كرة جميلة بفريق ما ينفعش ان هو يلعب كرة جميلة، وما ينفعش ان هو يلعب برتم سريع قدام لعيبة عندها ايقاع سريع وعندها سرعات غير طبيعية وعندها قوة بدنية غير طبيعية، فانت مش مؤهل انك تلعب جيم زي ده قدام منتخب بوركينا فاسو. ممكن منتخب بوركينا فاسو على الورق فرقة قليلة واسمها قليل في القاره، بس جوه الملعب بوركينا فاسو النسخه الحاليه الموضوع صعب جدا انك تستقل بالفرقه دي، حتى لو الفرقه دي ما عندهاش تاريخ، حتى لو المدير الفني بتاعهم راجل المدير الفني محلي، حتى لو بيرتراند تراوري اهم لاعب عندهم مش موجود، فانت برضو ما كانش ينفع انك تستقل بيهم بالطريقه المهينه اللي انت كنت حاطط فيها ان الفرقه دي هتنزل هم دول عقدتنا انا هخلص عليهم. الواحد بيتعب من المديرين الفنيين اللي بيختاروا سيناريوهات غبية في ماتشات مش وقتها خالص،
مش وقتك. انت عملت ماتش دفاعي كويس ومحترم قدام منتخب نيجيريا، قلنا لك شابوه على الروح الطليانيه، شابوه على الجرينتا، شابوه على كل حاجه. ما ركزناش في الادوار الهجوميه، ما ركزناش، انت ضيعت كام كوره، ما ركزناش في كل ده، بس قلنا لك مبروك تتعلم بقى ان المكسب هو اهم حاجه. لا انا عايز العب مباراه جميله، عايز العب مباراه مثيره، الناس لازم تستمتع، علشان خاطر تلاقي وطارة خد لك واحدة في نهاية الشوط الأول سجل هدف في مرمك، علشان تبقى بعدها مجبر انك تكمل في نفس العك اللي انت مكمل فيه من الأول، وتقرر انك تعمل تغييرات. ولما تعمل تغييرات تلاقي ان انت مطالب انك تطلع انيس بن سليمان وتطلع اسامة الحدادي، ومقرر ان انت تنزل علي معلول من على الخط بدري بدري، علشان خلاص اللي هو هنهاجم بقى من ناحية الشمال. طب ما انت عايز تعمل مباراة جمعية كنت تحط علي معلول. لا احنا هنحط اسامة الحدادي، مش هنلعب في تشكيل كبير، تمام، نعمل سوليتي مكان انيس بن سليمان. مش شايف ان يعني التغييرات دي مبالغ فيها هجوميا قوي؟ لو قطعت الكره عليك حرفيا هتبقى رايحه انفراد، وحصل في بدايه الشوط الثاني على فكره. اول كره اللي بوركينا فاسو الشوط الثاني كانت رايحه انفراد، اللي هو منزل الباير عايز يهاجم بس مش مهم ان انا اعرف ادافع، اللي هو يعمل مباراه دفاعيه صرف، يعمل مباراه هجوميه ملهاش علاقه بالدفاع خالص. طيب هل انت هجوميا كنت قادر تسجل؟ انت كنت قادر تسجل، بس النهارده صدفك سوء حظ، والنهارده سوء توفيق كان غير طبيعي عند اللعيبه بتاعتك. وبرده كان في يعني كان في حاجات غريبه بتحصل بصراحه في الملعب، يعني الحكم كان بيدي انذارات كتير قوي. قررت انك يعني بص برده بكم الغباء اللي احنا شغالين بيه، لما تبقى خسران وتقرر انك تطلع فرود وتنزل فرود المكان، اللي هو انت عملت ايه؟ يعني ايه لازمه التغييرات بتاع عصام الجبالي مكان سيف الدين الجزيري؟ على الاقل سيف الدين الجزيري كان بيحاول ان هو يجري ورا خط الدفاع، وكان بيحاول ان هو يستلم. عصام الجبالي ما جاش معاك اساسا، عصام الجبالي ما خدش فرصته، وعصام الجبالي مش وقته، وعصام الجبالي محتاج انك تصبر عليه، ومش هو اللعيب اللي هينزل يغير لك الاوضاع كلها، ومش هو اللعيب اللي هيجي من على الخط يفرق لك النتيجه والدنيا بالنسبه لك تتغير. وبعد كده حمزه رفيعه في الدقيقه 84 بعد الطرد اللي تحصل عليه وطاره بعد ما دخل على معلول دخله غبيه. وقبلها طبعا كان في كوره رضوان جيد اللي كان على الفار النهارده قرر ان هو ممكن يكون فيها ضربه جزاء، مع ان الكوره ما فيهاش اي ضربه جزاء، والكوره بصراحه استغربت ان الحكم راح يتفرج عليها على الفار بره. فانت دلوقتي عملت اربع تغييرات، حمزه وعصام الجبالي وعلي معلول ونعيم السليطي. الاربع تغييرات دول اربع تغييرات هجوميين، ليه بقى؟ علشان انت دخلت نفسك مباراه هجوميه من البدايه، ما عرفش انك سجل فين البدايه، فتم تسجيل هدف في مرماك، فقعدت تجري ورا الجيم كله، اللي هو بسم الله ما شاء الله ابداع تكتيكي بيخليك لازم الكلام على اقالتك يطلع، لان الكلام على 15 ثانيه الحكم قطعهم من التوقيت، اللي هو 15 ثانيه ايه؟ 15 ثانيه ايه اللي انت بتتكلم في 15 ثانيه؟ الموضوع كان صعب جدا ان منتخب تونس يرجع في النتيجه، لان خلاص الوضع كان باين ان المنتخب التونسي مش هيعرف يرجع في النتيجه، حتى ال 15 ثانيه دول بقى 15 دقيقه، الوضع كان صعب، لان المنتخب التونسي اللي هو يلا بص مين بيعرف يهاجم؟ يلا يا جماعه كلنا جوه الملعب نعمل ادوار هجوميه، طب ايه الادوار الهجوميه اللي احنا هنعملها؟ ايه الطريقه اللي احنا هنعملها؟ ايه الخط اللي احنا هنشتغل بيها؟ مفيش، على الله. فاي كلام على ان احنا ال 15 ثانيه والوقت والكلام ده لا، ابوس ايديكم ونبدا نتكلم في حته منزل الجبار يكون بره المنتخب التونسي، لان منزل الجبار مدير فني سيء واختياراته للامانه كانت سيئه. لان خط النص ده مع محمد علي بن رمضان على الدكه كلهم ما كانوش يقدروا يكونوا عندهم حلول هجوميه. فبصراحه ربنا منتخب تونس يستحق حاجات افضل من كده، ويستحق ان اللعيبه اللي عندها جوده عاليه بس مع الاسف بدات تكبر في السن محتاجين مدير فني يقدر ان هو يستفيد بيهم باخر سنينهم الكرويه، ويقدر ان هو يعمل توليفه محترمه لفريق شاب. ولا منزل الكبار هيعرف يستفاد من الكبار، ولا هو هيعرف ان هو يجمع فرقه صغيره. فابوس ايدك يا جماعه نبدا نتكلم على رحيل منزل الكبار، علشان استمرار الراجل ده في منتخب تونس حاجه صعبه قوي بجد والله، حاجه صعبه قوي 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 قوي. معلش انا اتعصبت، بس انا كان نفسي منتخب تونس يكسب النهارده بصراحه، كان نفسي منتخب تونس يكسب النهارده بوركينا فاسو، كان نفسي منتخب تونس يحل عقده بوركينا فاسو، بس قدر الله ما شاء فعل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فرايك.